بصوا يا حبايبي، سامعين الصوت يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله، سامعين سامعين. زي ما انا قلت لكم كنا بنعملها قد دمعة العين. بصوا وكده، انا البانيه بتاعي اتحمر اهو اهو اهو. حبايبي سامعين صوت القرمشة؟ ونقطع حتة اهو، نقطع واحدة اهو، شايفين القلب من جوه؟ شايفين اهو، شايفين الجمال؟ وكده ان عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت في اكلات تانية مع اكلات الست المصرية، وقوليلي من اي بلد انت بتتابعيني، ولايك ولايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة مع اكلات الست المصرية العصرية هنعمل البانيه الجاهز او بانيه الشركات، وهي مكونات بسيطة جدا. وهي عبارة عن ايه؟ عندي كيلو بانيه، كيلو بانيه اللي هو كيلو فراخ اللي هو البانيه هنجيبه، او مكعبات لان احنا هنضربه في الكبة او الخلاط او المطحنة حسب امكانياتك يا حبيبتي. وعندي ربع كيلو فيجيتار، الفيجيتار اللي من عند العطار الناعم اللي ما فيه توابله، وعندي معلقة هنا لبن بودرة، ومعايا معلقة كبيرة بيكنج باودر. دي المرحلة الأولانية، وطبعا معايا كيلو البانيه على جنب. المرحلة الثانية هنعوز البانيه الفيجيتار الخشن اللي هنحمر بيه، أو الطبقة الأخيرة، ومعايا بولة فيها مية. انا حبايبي طبعا صورت، كنت بصور والفيديو فصل مني، فانا كنت ضربت اللي البانيه عندي او الفراخ ضربتها، فهنا حطيت على كيلو الفراخ اهي زي ما انتم شايفين. بس هي معلقه عندي معلقه اللبن البودره، ومعلقه البيكنج باودر، ومعلقه مرقه الدجاج من عند العطار معلقه كبيره طبعا، وضربتهم كلهم. وزي هنا لا حطيت، لا حطيت بيض، ولا حطيت بصل، ولا حطيت ثوم، ولا حطيت، لا طبعا. من المكونات اللي عندي يا حبايبي الفيجيتار في طبعا توابله وكل حاجته، وطبعا مرقه الدجاج مليانه توابلها، البودره ما تجيبيش المكعبات، هات البودره. وزي ويلا بينا هوريكم ازاي هنعمل البانيه. بصوا حبايبي انا رجعت لكم تاني، وبصوا كميه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الكميه كلها قد ايه؟ شايفين؟ بصوا حبايبي، بصوا بصوا القطعه شكلها ايه. بصوا دي حبيبي، ده من الكيلو الفراخ البانيه. بصوا انا طبعا هوريكم، هنكمل هوريكم ازاي طبعا عملت الشكل دوت ازاي. انا ما رضيتش اطول عليكم في الفيديو، قلت اخلص الكميه اللي عندي واوريكم ازاي هنعمل الشكل دوت. بصوا احنا طبعا معانا البقسماط الخشن، حطيت عليه معلقه مرق الدجاج، وهوريكم ازاي ان انا بعمل ايه الرسم ازاي. بصوا حبايبي احنا طبعا هتقطعي الحجم زي عين الجمل او 10 جرام، تجيبيها زي كده اهو. بصي زي دمعة العين، بصي اهي، وتبلي ايدك ما تقلقيش اهي اهي. بصي زي دمعة العين اهي اهي كده، وما تقلقيش، ما تقوليش الحجم ده صغير، لا اهي. نخش واحدة تاني اهي بسرعة كده اهي اهي اهي. بصي اهي دمعة العين بالظبط اهي، او ورقة الشجر اهي اهي، وما تقلقيش واسيبها اهي اهي اهي. منتهى السهولة اهي، هتلف معاكي اهي، متقلقيش المية هتساعدك، بس مش تغرقي نفسك مية وتغرقي الفراخ بتاعتك، لا اهي اهي. عاملة كده قبل اهو، صغري اهو اهو اهي، زي ما انت شايفة اهي
اجيب اول واحده عملتها اجي طبعا في البقسماط بتاعتي اللي حاطه لها طبعا مرقه دجاج فوريه واضغط عليها. بصي ما شاء الله طلعت الحجم عندي ايه، بسم الله ما شاء الله اهو اهو. بصي اهو هاجي هنا، معلش قبلها ما تقلقيش، اجي اهي هنا بايدي دي اهي 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 اضغط عليها، ما اقلقش من اي حاجه في منتهى السهوله اهي. وزي ما انت شايفه اهو شفتي تضاعفت معايا واديتني الحجم الكبير ده. طبعا شايفه الحجم ده من الحجم ده المقدار نفسه اهي، وطبعا بالكيسه واقلب. انا فارده على الكيس، هسقطها زي ما هي واهي اصفيها، ما اقلقش لا فكت مني ولا اي حاجه. واجي على بقسماطي بايدي الثانيه اهو اهو قطعت طبعا اهو 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 زي ما انتي ما شاء الله، معلش نسينا اهو اهو اصفي اهو اهو. مش هقول لك الريحه واحنا بنعملها، مش هقول لك، هي العصافير بتزقزق من الريحه. واما نقليها هنوريكي وتسيبيها كده اهو. بصي انا هفرجها اهي على صواني واطباقي. طبعا مع دخول المدارس الاولاد بيحبوا الحاجات ديت، واحنا احنا كلنا بنحب الحاجات دي، بس انت بتعمليها في بيتك صحيه، عارفه ايه اللي ضايفه الحاجات لاولادك، عامله ايه لاولادك، ضايفه لهم ايه وعامله لهم ايه. وبعد كده اهوت نرجع لكم تاني ونوريكي واحنا بنقليها هي شكلها ايه. واستنوني حبايبي. حبايبي احنا بقى هنيجي نقلي البانيه بتاعنا اهو. طبعا قدحنا الزيت جامد وهدينا النار وهننزل بالبانيه بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اهو. اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا وطينا النار بس الزيت بتاعنا حامي وهنسيبه. بصوا هو نازل تحت البني، اول ما يطلع تعرفي ان هو مظبوط. البني اهو طلع فوق اهو، طفو او قبل فوق، فتعرفي ان البني كده وخلطتك مظبوط. فتعرفي خلطتك مظبوط. نخلص قلب ونرجع لكم تاني.